عن جد عنيدة، وخصوصي إذا الموضوع بيتعلق فيك أو بعائلتها، بس إذا مشانا أبداً. مو سائلة على حالة، بس المهم عائلتها. أنت بصف مين هلأ؟ أنت بصف مين؟ طبعاً أنا بصفك، بس عم تأشر عليها. صح عم أشر على مرتك، بس عن جد أنا بصفك، بس خربطنا بالتأشير. يا حاجة بلا غلاظة. لكشمي، لكشمي صح صحت وفائت. لكشمي، لكشمي، لكشمي فائت وأخيراً فائت. مرحبا. شو أنت منيحة قليلي؟ أي أنا منيحة، بس حاسة بشوية دوخة. أهلا منيحة، عجبة؟ أنت دختي وغبتي عن وعيك لكشمي. لا ما غبت عن الوعي، عم اسمعكم. شو؟ 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 يعني هلأ أنت غبتي عن الوعي ومع هيك سمعتي كل شيء؟ لا ما غبت عن الوعي ريشي، أنا كنت بس عم أرتاح، حسيت بشوية دوخة وهلأ مرتاحة. يعني أنتي سمعتي كل اللي حكيناه؟ شو؟ عم تسأل معناها ما سمعت. حلو. شو هو الحلو؟ إنها عم تمثل علينا؟ هي عم تقول هيك لحتى نحن ما نجبرها إنه تحط أي شيء بتمها. رو أخي اهدى شوي صغيرة، الشغلة مسألة وقت، بكل الأحوال يوم تنتهي المراسم. ليك دير بالك عليها، اهتم فيها وانتبه منيح، اللي بقصده شبعها اهتمام على طول، يعني ضلك عم تهتم فيها. بعدين فكر بحالك، أنا ليش وقفت؟ لازم أعتني فيها، أنا ماني بصف حدا يا ريشي، لهيك أنا رح روح. بس ريشي بدي منك طلب صغير كتير، بدي تدير بالك وتهتم كتير منيح بلكشمي لحتى تصير أقوى وترجع لطاقتها، بس لحتى تخلص هالمراسم، عم تفهم؟ يلا أخي، بس ساوي هيك، يلا شوفك، يلا. لا تهتمي بكلامه لهذا الولد، لا تسمعي له، يلا عدي. ليكي لكشمي انتي بس ريشي اذا بتريد لا تقلي بكفي كليلك لقمة حاجتك قاطع الاكل. بهاليوم المرأة مو بس بتقطع الاكل مشان زوجها، بالعكس عندها مصلحة من هالشي، لتحافظ على الشخص اللي متزوجته ولتطمن على انه لما تموت وهي متزوج. برافو بالفيندر سود، برافو عليك، انت رح ترسم مصيرك مع لكشمي بإيدك، واليوم رح روح طلطلة على لكشمي. بس كيف رح روح لهنيك؟ كيف بدي روح؟ إذا لقطني ريشي رح يكسر لي عظامي وينهيني من الضرب ويسلمني للشرطة، ورح تروح علي ساعتها. لازم فكر بشي طريقة. ليكي بالعادة أنت بتنزعجي كتير مني إذا قلت مثل هذا الكلام، لهيك إذا بسمعك عم تحكي هذا الكلام مرة تانية رح أعصب منك وما رح سامحك. أنا هون من شانك وما رح أسمح يصير لك شيء. मेरे सिवा कहीं तुम जाना नहीं सारी उम्र मेरे संग भीगना मुझे तेरे बिना अब रहना नहीं हो सके तो यहीं पर जाओ कसम ستي. بدي أسألك سؤال، لك شو قصده هالقمر؟ شو
شو قصدك؟ لك أنا قصدي إنه بيطلع كل يوم وبهالوقت ما بيتأخر أبداً، بس بيوم الاحتفال بتقولي بيعرف إنه اليوم في مناسبة بيتأخر كتير، ليش هيك ما بعرف؟ اهدى. أنا هادي يا ستي، بس اطلعي على حالة النسوان، هالمساكين كلهم تعبانين وشهم شاحب، كل النسوان جوعانين وعطشانين، وحضرة جنابه القمر عم يتدلل ما بده يطلع. خلص بقى رح يطلع. شو قصدك مليشكا؟ عقلاتك طاروا على الآخر؟ إيه؟ عقلاتي طاروا على الآخر ومعصبة أكتر، بجل لما بشوف ريشي ولاكشمي قاعدين مع بعضهم. ولهذا السبب بدك تفشلي بكل خطوة مليشكا، وبهالأسلوب هاد ما رح تقدري تفصليهم. إيه؟ شو قصتك ليش ما بترجعي مليشكا القديمة اللي بعرفها اللي ما بتخسر أبداً؟ أنتي هلأ صرتي فاشلة، بتعرفي هالشي؟ شو عم تقولي سونيا؟ شو قصتك أنتي؟ لك شو عم تعملي؟ صايرة فوراً تفقدي أعصابك مليشكا، بهالطريقة خسرتي المعركة، وبأسلوبك هاد ما رح تقدري تفوزي أبداً، ما رح تقدري تساوي شي. بس أنا ما بعرف ليش دائماً بحط ثقتي فيكي، ليك اعملي معروف وانسي موضوع ريشي. اصحك سونيا اصحك، قلتي اليوم بس لبقى تعيديها أبداً بعد اليوم، عم تفهمي؟ وبعدين قليلي قدام مين بدي اخسر؟ قليلي قدام مين؟ قدام السخيفة لاكشمي؟ تذكري يا سونيا انه انا مستحيل اخسر قدام لاكشمي السخيفة، فهمتي ولا لا؟ فهمتي؟ وريشي، ريشي كان إلي وهلا إلي، وتذكري انه رح يضل إلي على طول، فهمتي؟ مليشكا انا اكثر وحدة بنبسط اذا صار هذا الشيء، بس انت لازم تعرفي شغلة، ما رح تقدري تعملي شيء اذا ضليتي هيك عم تتصرفي. انت بتكرهي لاكشمي كرمال ريشي، بس انا بكرهها للاكشمي بلا سبب، ما بحبها، وانتي الوحيده اللي بتقدري تقلعيها من هذا البيت، فهمتيني؟ انا بعرف مليشكا، انتي الوحيده اللي بتقدري تساويها، بتقدري تفصليهم. ايه معك حق سونيا، وانا بدي افصل ريشي عن لاكشمي، رح اضطر اني سيطر على اعصابي، بس رح ساويها تماما مثل مليشكا القديمه. مليشكا القديمه، مليشكا اللي بتفوز، مليشكا اللي انتي بتعرفيها. ايه وانا بوعدك بهالشي، أنا ما رح أرتاح لحتى بعدون عن بعض. شو هاد؟ لك خلصنا بقى، طلع طلعوا شوي صغيرة بس، طلع لحتى